مقاومة ضغط ومقاومة شد، صح؟ هناخد بقى النهارده حاجة اسمها مقاومة الانحناء. دي مسألة يعني هي مش موجودة في صلب المنهج يعني، بس هي دايما بتيجي في الايه؟ دايما بتيجي في امتحان الميد ترم دايما المسألة دي. بيقول لك عندي كاميرا من الصخر، كاميرا اسطوانية، تمام؟ الكاميرا دي سيمبلي سبورت، يعني من هنا ايه هنج ومن هنا هنج اهو، تمام؟ قال لك أنا هأثر عليها بحمل رأسي، الحمل دوت هيبقى في المنتصف هنا. حلو؟ الحمل الرأسي دوت يبقى بكام؟ علما بان مقاومه التربه ديت او مقاومه الصخر ده للانحناء بيساوي 50 كيلو جرام على سنتيمتر المربع. يبقى الراجل مديك مقاومه الصخر للايه؟ للانحناء. طب ايش دخل الانحناء في الموضوع؟ ما هي الحمل ده هيعمل ايه؟ هيعمل عزم، صح؟ هيعمل انحناء. فهل الحمل ده كده البي ده احطه انا بكام علشان ما يحصلش انهيار؟ علما بان مقاومه الانحناء بكام؟ ب 50. اعمل ايه؟ ما انا احسب الاسترس اللي هيجي ايه؟ من الحمل ده، استرس الانحناء اللي هيجي من الحمل دوت واساويه بكام؟ بال 50 اطلع البي، صح؟ ما هو الاسترس اللي جاي من الحمل ده هيطلع بدلاله البي، صح؟ اساوي انا الاسترس دوت بالمقاومه اطلع البي، صح؟ طب هو ايه الاسترس اللي بيجي من المومنت دايما؟ يعني انا عندي مومنت على كاميرا، ما انا عايز احسب الاسترس اللي جاي من المومنت ده بيساوي ايه الاسترس؟ المومنت، ايوه زي ما انت قلت كده، الاسترس بتاعنا بيساوي المومنت على الاي في الواي، صح؟ ده الاسترس اللي جاي من العزم. لما يكون عندي عزم على حاجه، ايه الاسترس بقى اللي هيتولد من العزم دوت؟ بنسميه الام على الاي في الواي، اللي هو عزم، او بنسميه استرس الانحناء. طيب عايز بقى اطلع كل حاجه من دي، المومنت اللي هو بكام؟ ما انت عندك الكاميرا دي قالك سيمبلي سبورت، وقال لك الحمل موجود في النص، يبقى المومنت بيساوي ايه؟ المومنت بيساوي بي ال على 4، صح؟ ويبقى عامل كده مثلث كده، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ يعني حاج بينطق ليه؟ صح ولا غلط؟ صح؟ تمام؟ يبقى المومنت بتاعنا هيساوي البي اللي هو مجهول انا معرفوش، وال ال الراجل مديهولي بكام؟ 350 مللي، يعني 35 سنتي. اشتغل دايما بالكيلو جرام والسنتي، يبقى 35 سنتي مقسوم على 4، يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت المومنت بس طالع بدلاله البي. طب بالنسبه للانرشيا، الراجل قايل لك ان الكاميرا دي كاميرا مالها؟ كاميرا مساحه مقطعها دايره وقطرها 50 مللي، فالانرشيا بتاعت الدايره كام؟ بتساوي باي على 64 مضروب في الدايمتر اس 4، صح؟ الدايمتر ده بكام؟ ب 5 سنتي، صح؟ اس 4. يبقى انا كده حسبت الايه؟ الانرشيا. طب بالنسبه للواي، الواي دي اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ هي المسافه من سنتر لاين الكاميرا لغايه اقصى منطقه فيها ايه؟ فيها انحناء، لغايه مكان الاسترس اللي بتحسب عنده. هتحسب فين دايما؟ الانحناء دايما مشكلته هنا، صح؟ عند الجزء السفلي ده. يبقى امشي انا من السنتر لاين بتاع الكاميرا لغايه فين؟ لغايه تحت، همشي مسافه قد ايه؟ دي على الاثنين، صح؟ نص القطر يعني، يعني الواي بتساوي الدايمتر على 2، والدايمتر كان ب 5 سنتي، يبقى ده بكام؟ ب 2.5 سنتي. صح كده؟ يبقى انا لو عوضت تعويض مباشر في القانون دوت، هيطلع عندي ان الاسترس بتاعي بكام؟ رقم مضروب في البي، صح؟ صح ولا ايه؟ في مشكلة؟ يبقى ده كده الاسترس اللي جاي لي من اللود. الاسترس ده لازم ما يزيدش عن ايه؟ عن قدرة التحمل اللي هو مديها لي ب 50، صح؟ يبقى انا اساوي الاسترس ده بكام؟ بال 50، اطلع انا من هنا الايه بقى؟ اطلع البي، البي اللي هيطلع ده بنسميه اقصى حمل تقدر الكاميرا تشيله من غير ما يحصل لها انهيار في الانحناء، صح؟ بس كده. في مشكلة المسألة دي؟ ساعات بيجيب لك نفس فكرة المسألة دي، بس بيقول لك ايه؟ أنا عندي الحمل مش موجود في نص الكاميرا، أنا الحمل موجود في التلت والتلتين. يعني عندي الحمل موجود هنا أهو وهنا كده. ده اسمه بي وده اسمه بي اهو. ساعتها ايه اللي هيختلف بس؟ حاجة واحدة، المومنت، صح؟ المومنت بدل ما هو بيقل على 4 هيبقى بالمنظر ده كده، صح؟ هيبقى شكله ترابازويدال وبالمنظر ده. هيبقى بيقل على 3، صح؟ بدل بيقل على 4 هيبقى بيقل على 3، وهتكمل مسألتك عادي جدا وتطلع الايه؟ وتطلع البي بتاعك. ايه المشكلة يا جماعة؟
مسألة سهلة بس دايما بتيجي. طيب في مسألة كمان برضو بتيجي دايما في الميد ترم، ليه؟ يقول لك انا عندي عينة صخرية حلو مشبعة بالمية ساتوريتد روك سامبل، ومديك القطر بتاعها بخمسة سنتي والثيكنس بتاعها باتنين ونص سنتي، فانت عندك ساتوريتد روك سامبل. استفدت انا ايه من الجملة دي؟ ساتوريتد روك سامبل يبقى البريزم بتاعها ماله؟ مشبع بالمية صح؟ البريزم المنظر ده كده اهو. ماشي يا جماعه؟ قايل لي ان العينه ديت عينه الصخر ديت كانت عينه اسطوانيه قطرها 5 سنتي والثيكنس بتاعها 2.5 سنتي. اول ما يديني ابعاد العينه استفيد ايه على طول؟ الحجم على طول صح؟ اطلع الحجم، الحجم بيساوي ايه؟ مساحه القاعده في الارتفاع صح كده؟ يطلع معايا الحجم بتاعي ب 49. يبقى انا كده معايا حجم العينة. بعدين يجي يقول لك الفويد ريشيو بتاع العينة ديت كان ب 1.35، ايه الفويد ريشيو ده؟ اللي هو الاي صح؟ ب 1.35 والجي اس السبيسيفيك جرافيتي ب 2.7. في مشكلة لغاية هنا؟ الراجل اداك عينة واداك ليها شوية معلومات، وبعدين قال لك لو العينة دي حصل لها كومبريزد، قال لك اف ذا سامبل از كومبريزد، كومبريزد يعني حصل لها ايه يعني؟ هتكش صح؟ ولا الحجم ثابت؟ والله احنا دايما عندنا الحجم ثابت صح؟ بس امتى؟ يعني انا لو عندي بريزم بالمنظر ده كده في الحاله الدراي حطيت له شويه ميه فالميه خلته بقى بالمنظر ده كده، وبعدين زودت له شويه ميه كمان لغايه ما بقى مشبع بقى بالمنظر ده كده. الحاله دي بنسميها الحاله الدراي صح؟ ودي بنسميها الحاله الناتشرال او بنسميها الويت، ودي بنسميها الحاله الايه؟ الساتوريتد. ايه اللي ثابت ما بين الحالات دي وايه اللي مختلف؟ الجزء الصلب دايما ثابت صح؟ ما بيتغيرش. الحجم الكلي ثابت ما بيتغيرش. حجم الفراغات ثابت ما بيتغيرش، هو اللي بيختلف بس ايه؟ المايه والهواء، هما دول اللي بيختلفوا، تمام؟ اما حجم الفراغ كله ثابت. الكلام دوت صحيح، بس الكلام ده لو ما حصلش مؤثر خارجي. يعني ما فيش لود خارجي حصل، انما انا بقول لك العينه دي حصل لها ايه؟ كومبريزد، الضغط اكيد هتتغير طبعا، صح؟ وخصوصا انها عينه مشبعه، تخيل انت عندك سفنجه مشبعه بالمايه، انا رحت جاي ضغطها، ايه اللي هيحصل؟ المايه تخرج، وهواء هيقل، والحبوبات هتقرب من بعضها، والحجم هيختلف طبعا. صح ولا ايه؟ يبقى اكيد لو حصل لها كومبريز ده يحصل تغير في حجمها صح؟ قال لك طيب انا لما عملت لها كومبريشن، قال لك بقى السكنس بتاعها 2 سنتي وقطرها ده انه ثابت زي ما هو بخمسة، يعني يبقى كده شكل العينه الجديد عامل ازاي؟ اهو برضو عينه مشبعه بالميه اهي، بس الحجم بتاعها دلوقتي بقى بكام؟ بقى برقم جديد صح؟ بقى بكام هنا؟ بقى باي على الأربعة في الديامتر تربيع في كام؟ في 2، هيطلع حجمها 39. يبقى الحجم قل من 49 ل 39. ماشي يا جماعة؟ طيب هو عايز إيه بقى في المسألة دي؟ هو راجل بيقول لك احسب الساتيوريتد يونت ويت بيفور أند أفتر كومبريشن، قبل الضغط وبعد الضغط. وكمان بيقول لك احسب الفويد ريشيو افتر كومبريشن، احسب الاي افتر كومبريشن. هنا نعمل ايه يا جماعه؟ اولا نبدا نحل في البريزم ده ولا نحل في البريزم ده؟ نحل الواحد البريزم اللي له معطيات اكتر صح؟ اللي هو ده له اي وله جي اس، اعمل ايه بقى؟ ابدا في البريزم ده اعمل ايه؟ ينفع افرض هنا؟ ما ينفعش افرض. ليه؟ لان الراجل مديني حجم، ما ينفعش انا اجي اقول تيك الفي اس بواحد، ما ينفعش. فاعمل ايه بقى؟ خلاص هتمسك معطياتك معطى معطى، ايه المعطيات اللي عندك؟ مفيش غير الاي. خلاص نحط الاي، نحط قانون الاي. الاي قانونها ايه؟ في فويد على في اس،
وهو الراجل مديهالي بيساوي 1.35. طرفين في وسطين هتطلع ان الفي فويد بيساوي 1.35 الفي اس، وتقول دي والله المعادله الاولانيه صح. في معادله ثانيه ايه هي؟ ما انا عارف ان الفي اس زائد الفي فويد بيساوي كام؟ 49 صح. المعادله الثانيه ان الفي اس زائد الفي فويد بيساوي كام؟ 49. يبقى انت كده عندك معادلتين في مجهولين، هتطلع الفي اس والفي فويد. ادي يا عم الفي اس اهو والفي فويد، يطلع معاك الفي اس والفي فويد. خلي بالك الفي فويد هنا هي الفي دبليو صح، لان اصلا ما فيش هواء. طيب لو انا معايا الفي دبليو اقدر اجيب الدبليو دبليو بكام؟ هي نفس الرقم صح، لان كثافه الميه بواحد، فاقدر اطلع من هنا الايه الدبليو دبليو نفس الرقم. طب معايا الفي اس اقدر اجيب الدبليو اس؟ في قانون بيقول لك ايه، ان الدبليو اس بيساوي الفي اس مضروب في جي اس ايه جاما دبليو. انت الفي اس معاك والجي اس عندك جيفن، وجاما دبليو بكام؟ بواحد، هتطلع من هنا الايه؟ الدبليو اس. في مشكله؟ هو بقى كان عايز ايه للبريزم ده؟ هو الراجل بيفور كومبريشن كان عايز منك الساتيوريتد يونت ويت، بكام بقى الساتيوريتد يونت ويت؟ اللي هي الجاما ساتيوريتد بتساوي دبليو توتال على الفي توتال صح؟ ما الجاما ساتيوريتد بتساوي دبليو توتال على الفي توتال لما يكون البريزم مشبع بالميه، وهنا بريزماتنا مشبعه. طيب يبقى الدبليو توتال على الفي توتال هو ده الايه؟ هو ده الجاما ساتيوريتي. طب احنا كده خلصنا من الحاله اللي هي ايه؟ بيفور كومبريشن. طب افتر كومبريشن الراجل برضو عايز يحسب الجاما ساتيوريتي بكام ويحسب الاي بكام. نعمل ايه بقى؟ في ايه اللي ثابت من هنا اخده احطه هنا؟ مفيش غير الجزء الصلب بس صح؟ ليه؟ لان دي مساله حصل فيها قوه خارجيه، حصل كومبريشن، فالحجم مش ثابت، اللي ثابت بس الجزء الصلب. يعني انا اخد الجزء الصلب احطه زي ما هو، ادي يا عم ال دبليو اس اهو، وادي ده ال دبليو اس وده ال في اس زي ما هو صح كده؟ كده البريزم ده خلص ولا ما خلصش؟ خلص خلاص. ده ناقص ده هتجيب ايه؟ حجم الميه صح؟ وحجم الميه هو ايه؟ هو وزنها، لان كثافه الميه بواحد. البريزم ده بقى تعرف تحسب له الجاما ساتيوريتد؟ تعرف ولا لا؟ دبليو توتال على في توتال ده الجاما ساتيوريتد. عايز تحسب الفويد ريشيو له دبليو في فويد على في اس صح كده؟ فيها مشكله؟ تمام. دي برضو من المسائل اللي بتيجي في الميد ترم. اكتر مسائل هيبقى فيها لعب في الميد ترم غالبا هي مسائل البريزمات. تمام؟ طبعا ده كلها تكهنات، يعني الله اعلم ايه اللي هيحصل فيكم. تمام؟ بس اكتر مسائل بيبقى فيها لعب هي مسائل البريزمات، لان فيها افكار كتير. اما بقيه المسائل غالبا مش هيبقى فيها ابداع، يعني سواء التصنيف بطريقه دير اند ميلر او توائر مور او كده، الموضوع يعني موضوع شبه محفوظ يعني. تمام؟ طيب بالنسبه بقى لبقيه الامتحان، احنا اتكلمنا على المسائل، يعني قلنا المسائل ايه اللي بيجي. تمام؟ بالنسبه للنظر يعني او ايه اللي ممكن يجي، برضو البريزمات ده شابتر غني جدا بالنظر. تمام؟ من ضمن الحاجات اللي هي بتركز عليها جدا وجابتها الترم اللي فات الثانيه مدني العلاقات دي. يعني جت تقول لك مثلا هل الاي ديت ينفع تبقى اكبر من الواحد؟ ولا دايما اقل من الواحد؟ ولا دايما قيمتها محصوره من الصفر للواحد؟ ولا ننفذ اباظ؟ اي حاجه تقول لك ينفع تبقى اكبر، ينفع تبقى بتساوي، حط قانون الحاجه دي الاول. تمام؟ خلاص قانون الاي حطيناه، بيساوي في فويد على في اس. انا اسالك سؤال، هو ينفع البسط يبقى اكبر من المقام؟ يعني ينفع يبقى الفي فويد اكبر من الفي اس بعقلك كده؟ يعني ينفع؟ ايه المشكله يعني؟ الا يعني الا ايه اللي نفعه يعني؟ عادي. عينه الفراغات ما بين حبيباتها كبير، عينه لوز ثان، عادي جدا الاي بتبقى اكبر من واحد. طب ينفع تبقى اقل من واحد؟ ينفع تبقى اقل من واحد صح. ما ينفعش مثلا تبقى بتساوي صفر. ينفع تبقى بتساوي واحد؟ ينفع تبقى بتساوي واحد. ماشي يا جماعه؟ فيها مشكله؟ ده بالنسبه للاي مثلا. طيب بالنسبه للان نفس السؤال هساله لك، الان ديت رنجها من كام لكام؟ ولا ينفع فيها اي حاجه؟ الان ديت لازم تبقى اقل من واحد صح؟ ولا تساوي الصفر طبعا يعني، بس لازم تبقى اقل من واحد. ليه؟ لان هي جزء على كل، ما ينفعش الفي فويد على الفي توتال يبقى اكبر من واحد. طيب السؤال اللي يجي بعد كده بقى، انت عرفت ادي الاي ولا الان؟ مين دايما الاكبر، الاي ولا الان؟ الاي طبعا صح؟
ولا حد عنده سؤال راي تاني يعني؟ ماشي. بالنسبه للاس ار، جابت لهم الاس ار في الامتحان وقالت لهم الاس ار دي أني اختيار ولا نال نفز أباف. خلي بالك ان الناس اتلخبطت من اول واحده وتاني واحده، ماشي؟ ما تتلخبطش، هي اول واحده هي الاس ار ديت ممكن تبقى بتساوي صفر. اه لو التربه بتاعتي دراي الاس ار بصفر، لو التربه دي دراي تبقى بتساوي ايه؟ صفر. ممكن تبقى بواحد او ممكن تبقى بواحد، لو التربه بتاعتي ساتوريتد هتبقى بتساوي واحد. أو ممكن تلعب من الصفر للواحد، اه لو هي في الحاله ناتشر تبقى بتلعب من الصفر للواحد، دي الاس ار. تمام؟ ده السؤال بالمنظر ده كده. فيها مشكله؟ الموضوع بس عايز منك هدوء وتحط قانون الحاجه وتركز. تمام؟ طيب بالنسبه للووتر كونتنت برضه سأل السؤال ده. الووتر كونتنت بس ده جه قبل كده في صح او غلط. الووتر كونتنت مي بي ممكن يبقى 150%. الووتر كونتنت ينفع يبقى قيمته 150%؟ هو يعني ايه ووتر كونتنت؟ هو دبليو دبليو على دبليو اس. امتى يبقى قيمته اكبر من 100%؟ لو البسط اكبر من المقاس. يعني لو الدبليو دبليو على دبليو اس في 100، ما هو عشان نحطه كنسبه مئويه بنضرب في 100. يعني لما نقسم الدبليو دبليو على دبليو اس ونضرب الكلام ده في 100 يطلع الرقم بتاعنا 150. ده معناه ان البسط بتاعنا ماله؟ اكبر من المقاس. يعني وزن الميه اللي في العينه اكبر من وزن الجزء الصلب. ينفع؟ اه ينفع عادي، ايه المشكله؟ تمام؟ ماشي يا جماعه؟ ما تحطش في دماغك ان ايه ان الحاجه بالشبه كده بالفقاقه ما ينفعش. ينفع، حط القانون وركز. ماشي يا جماعه؟ ده بالنسبه للووتر كونت. طب اسالك سؤال تاني. الجاما بالك دايما اصغر من الجاما ساتوريتد. دايما الجاما ساتوريتد اصغر من الجاما بالك. دايما الجاما ساتوريتد بتساوي الجاما بالك. ايه الصح في كده؟ مين اصغر من التاني ولا بيساوي بعض؟ حسب الحاله. ويحك. حسب الحالة ازاي؟ حالة ايه؟ هي الجاما ساتوريتد ما تحسبش غير البريزم في حالة ساتوريتد اصلا. يعني انا هسألك سؤال، جاما بالك لو انا حسبتها، جاما بالك ايه؟ جاما بالك يعني قصدي انا حسبناها في الحالة الطبيعية. جاما بالك دي تمثل الحالة الطبيعية يعني. جاما بالك عبارة عن دبليو توتال على في توتال صح؟ وجاما ساتوريتد برضه بتساوي دبليو توتال على في توتال. مين فيهم الكبيرة؟ ساتوريتد طبعا. صح ولا ايه؟ الجاما ساتوريتد دايما أكبر من الجاما بالك. صح ولا ايه؟ طيب تسأل سؤال تاني وبيجي. بتقول لك هي العينه وهي مغموره في الميه بيبقى كثافتها اكبر وهي مش مغموره، صح ولا غلط؟ ايه؟ غلط. اللي كانت وهي مغموره يا حبيبي انا اقصد بيها جاما سبمرجد. والجاما سبمرجد هي جاما ساتوريتد ناقص جاما ووتر. وجاما سبمرجد دي اصغر جاما. صح؟ كلمه سبمرجد لما انا لما اغمر التربه، بس خلي بالك في فرق بين التربه ساتوريتد وتربه تكون سبمرج. مش كل الساتوريتد سبمرجد انما كل سبمرج ساتوريتد. فاهم قلت ايه؟ يعني اسالك سؤال، انا دلوقتي جبت سفنجه، السفنجه دي حطيتها في حوض ميه تمام وغطستها جوه الحوض، هي هي زي وهي جوه الحوض وحاجه شايلها مطلعها بره، هي في الحالتين ساتوريتد على فكره. هي شربت الميه وطلعت بره لسه شاربه ميتها عادي جدا يعني. انما هي وهي في الحوض هي ساتوريتد وايه؟ وسبمرج. يعني ايه يعني؟ يعني وهي في الحوض كثافتها صغيره لان في قوه دفع ميه. تمام؟ فهي في الحوض كثافتها اسمها جاما سبمرج، اما طلعت لي بره بقى اسمها كثافتها ايه؟ جاما ساتوريت. فهي كانت واضحه بتقول لك السبمرج العينه وهي سبمرج يعني وهي غطسانه تحت كثافتها بتبقى اكبر من وهي بره الميه وهي بلق يعني؟ لا طبعا سبمرج اقل. ماشي يا جماعه؟ سؤال تاني بيجي. بتقول لك والعينه بتاعتك في الحاله الدراي. العينه وهي في الحاله الدراي ركز بقى، الجاما بالك بتساوي الجاما دراي ولا الجاما دراي جاما بالك اكبر من الجاما دراي ولا الجاما دراي اكبر من الجاما بالك؟ واحد يقول لك دي حاله دراي ما ينفعش احسب لها جاما بالك اصلا. لا عادي نحسب، حط القانون بيساوي بعض. حلو،
الجاما الجاما بلك بتساوي ايه؟ دبليو توتال على في توتال صح؟ هي الدبليو توتال فين؟ هي دبليو اس اصلا. في الحاله دي الدبليو توتال هي الدبليو اس صح؟ طب وهي الجاما درايف بتساوي ايه اصلا؟ بتساوي دبليو اس صح؟ فخلاص الاثنين بيساووا بعض هنا. اصلا الجاما بلك لما تتحسب في الحاله الدرايف بيسميها جاما درايف. فاهم قصدي؟ يعني اصلا الجاما بلك بتاعت الحاله الدراي اسمها جاما دراي اصلا، لان البسطين هيبقوا زي بعض. الجاما بلك والجاما دراي الاثنين متساويين في ايه؟ في المقام. الاثنين مقامهم كام؟ في توتال. جاما بلك وجاما دراي الاثنين مقامهم في توتال، اما بسطهم اللي مختلف. البلك بسطها دبليو توتال والدراي بسطها دبليو اس. طب ما انا هنا اصلا الدبليو توتال هو الدبليو اس، يبقى الاثنين بيساووا بعض. ماشي يا جماعه؟ نفس الكلام الريلاتيف دينسي بتاعتك مش هتسلم برضو من الكلام ده. يعني الريلاتيف دينسي انت عارف رنجات ليها تبقى عارفها. بتقول لك انا عندي العينه جابت برضو حته قبل كده، بتقول لك انا عندي عينه. السؤال بالظبط جه ايه؟ قالت لك العينه بتاعتي عينه دينس. تمام؟ الريلاتيف دينسي بتاعتها تبقى بكام؟ وحطت لك ايه؟ رنجات. انهي يا جماعه؟ ايه دي بقى؟ كان فيها خلاف شديد وكان نموذج الاجابه فيه مشاكل. انت عارف ان التربه وهي من صفر لبوينت 15 دي فيري لوز صح؟ ولو من بوينت 15 لبوينت 35 تبقى لوز، ومن 35 ل 65 ميديوم دينس، ومن 65 ل 85 65 ل 85% دينس، ومن 85 ل 1 فيري دينس. فهي قالت لك فوق العينه دي دينس، فالناس بصت على انهي رينج؟ من بوينت 6.5 لبوينت 8.5، ما لقتش، فقالت لك نون اوف ذا اباف. هي حطها في نموذج الاجابه واحد. قالت لك عادي دينس ديت مقصود بها دينس او فيري دينس يعني. ما بهزرش والله. انا في الحاجات الصغيره زي دي بقى يبقى انت ونصيبك يعني. لا زي نموذج الاجابه. فيري دينس تبقى العينه اختار الحاجه اللي بتمثل الدينس او الفيري دينس يعني. تمام؟ خصوصا لان لو جابت لك بقى رقم هنا بوينت 7 تبقى تختار البوينت 7 لان هو محصور ما بين الايه؟ البوينت 6.5 والبوينت 8.5. ماشي يا جماعه؟ ده بالنسبه لايه؟ للشابتر ده. خلي بالك انا طلعت لك بس الحاجات، بجيب لك الحاجات اللي بتيجي على دماغي اللي جت في امتحاناتها والحاجات اللي اتكررت في امتحانات قبل كده. ممكن الشابتر ده يطلع منه حاجات كتير. ماشي يا جماعه؟ علاقات كلها، ايه اكبر من ايه؟ اصغر من ايه؟ فانت لازم تبقى حافظ القوانين كويس جدا وفاهم كل حاجه بتعبر عن ايه. ماشي؟ ده بالنسبه لده. النظري بقى من هنا لبكره بقى عندك حاجات كتير. انت اشطر بقى مني في النظري. انت راجل مذاكر النظري وحافظ. تمام؟ يعني انت مثلا نمسك شابتر زي شابتر الصخور. شابتر الصخور مثلا يعني اشهر سؤالين بيجوا فيه ايه هم؟ تقول لك الصخر، وتقول لك الصخر ده ناري ولا رسوبي ولا متحول؟ ده سؤال. السؤال الثاني تقول لك الصخر، وتقول لك المعدن السائد فيه ايه؟ ده ولا ده ولا ده؟ حلو؟ يعني مثلا اشهر الصخور اللي عليك ايه؟ نمسكهم كده واحد واحد. الجرانيت ناري والمعدن السائد فيه كوارتز صح؟ البازلت ناري والمعدن السائد فيه فلوسبار والاوجيت صح؟ وبعدين الدولورايت ناري والمعدن السائد فيه برضه الفلوسبار. طيب دول كده اشهر ثلاثه ناريين عليك، الجرانيت والايه؟ والبازلت والدولورايت. اصل في واحد تاني اسمه الدولومايت. الدولومايت ده رسوبي. الدولومايت ده اخو الحجر الجيري. الاثنين بيتكونوا من نفس الحاجه. تمام؟ والاثنين رسوبيين، كل الاحجار عندنا رسوبيه. كل الاحجار رسوبيه. دولومايت وحجر جيري رسوبي. عندك حجر رملي و تاني اسمها ايه دي؟ الكنجلوميريت صح؟ والبريشيا دول رسوبي برضو معاك، والاحجار الطينيه كلها رسوبيه. وفي دايما حاجتين الناس بتلخبط ما بينها، الشيل والمارل. الناس بتحس ان هم متحولين كده صح؟ من اسمهم كده، لا هم رسوبي. قال؟ الشيل والمارل دول من الاحجار الطينيه. عندك المتحول بقى، عندك الرخام والنيس والسلت والحاجات بقى الايه؟ اللي اسمها غريب دي كلها، دي متحول. بالنسبه بقى للمعدن السائد، انت الناري والرسوبي المعدن السائد بتاعهم معروف. يعني الجرانيت المعدن السائد قلنا فيه ايه وايه؟
مثلا الحجر الجيري ده رسوبي، المعدن السائل فيه الكالسيت، تمام؟ وهكذا بقى. طيب لما اجي اقول لك الرخام المعدن السائد فيه ايه، ساعات بتجيبها تبدا تشوف الرخام كان متحول من ايه وتشوف المعدن السائد في الايه ده ايه، يبقى هو سائد في الرخام، تمام؟ فالرخام متحول من الحجر الجيري، والحجر الجيري المعدن السائد فيه الكالسيت، يبقى المعدن السائد في الرخام الكالسيت. ماشي يا جماعه؟ دي اشهر حاجه بتيجي في الصخور يعني، تمام؟ وعندك بقى الباقي بقى ايه، الله يعينك. انا كده يعني ايه قلت لك ملخص الليله، قلت لك خد بالك تكير ما تحبش يجي سهل، تعالى يجي صعب، تمام؟ دي المعطيات اللي احنا